السلام عليكم، اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله. دلوقتي هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهنتكلم عن الاسكيميك هارت ديزيز. هنتكلم بالاخص عن الانجينا بيكتوريس او ما يعرف بالذبحه الصدريه. هنعرف في البدايه يعني ايه انجينا كديفينيشن، نعرف التايبس اوف انجينا، لان التايبس بتاعتنا في انواع الانجينا كل تايب بيبقى ليه علاج مختلف، وكمان هنعرف ازاي المانجمنت according to the type، ونعرف الـ anti-anginal drugs. هنبدأ مع بعض كده كـ definition. يعني إيه أنجينا؟ الأنجينا أقدر أعرفها وأقول إن هي عبارة عن retrosternal chest pain، بيحصل نتيجة إن بيحصل عندي إيه؟ myocardial ischemia، due to myocardial ischemia. الشيست بين ده بيكون الكاركتر بتاعته مختلف، يعني مش حاجة واحدة بس، ممكن يعني أحس كأني في بريشر أو ستابينج بين في الشيست كده، وبيكون كمان radiating للليفت arm and left shoulder، left arm and shoulder. طب بيحصل ليه؟ مفروض ان انا عندي في النورمال في الهارت، انا عندي البلاد سبلاي، عندي blood supply مفروض ان هو equal blood demand، او لو انا زاد عندي الديموند بتاع القلب على حسب الورك اللي بيعمله، مفروض بالتبعية blood supply يزيد. بس لو حصل ان عندي blood supply كان اقل في المقابل الديموند عندي كان كتير، فالقلب في المرحلة دي هيحس باسكيميا. لما القلب عندي يحس باسكيميا ويحصل اسكيميا في الهارت، هيحصل عندي chest pain، هحس بالشيست بين اللي هو إيكوال أنجينا. طب ليه بيحصل؟ أو هي أنواع الأنجينا عندي، مفروض إن ده النورمال بلاد فيسل عندي بيكون هيلسي وسموس، مفيش أي حاجة خالص جوه. طيب أول نوع معايا إن هو النوع هنا البلاد فيسل، طبعا زي ما احنا شايفين حصل في إيه، في عندي أثروسكليروزس، يبقى في عندي أول نوع بيبقى في عندي أثروسكليروتيك بلاد فيسل. ماشي، الأثروسكليروتيك بلاد فيسل ده بيكون البلاد فلو عندي في أثناء الريست، البلاد فلو ماله صافي، شو مكفيني، مكفي المجهود اللي أنا أصلا ما مش ببذل مجهود، فالبلاد فلو اللي موجود هنا مكفيني. طيب لو انا عملت افورت، عملت انا عندي مجهود، ايه اللي هيحصل بقى؟ البلاد فلو مش هيقدر يسير الزياده اللي حصلت عندي في الافورت دي، فبالتالي هبدا احس طبعا بايه، بالاسكيميا عندي، وهبدا احس طبعا بالسيمتومز اوف انجينا. يبقى اون افورت الكورونريز عندي مش هتقدر تتفاعل معاه، فبالتالي انا عندي بلاد فلو هيبقى ايه، غير كافي في المرحله دي، فانا بالتالي هحس طبعا ايه، هشتكي عنده طبعا بالشيست بين، ويبدا يظهر عندي symptoms of angina، هتبدا تظهر. طيب بيحصل improvement، النوع ده لو حصل فيه improve with ايه بقى؟ improve with rest، لو انا مجرد مرتاح، طبعا لما انا ارتاح الورك اللي انا بعمله هيقل، فالبلاد اللي واصل هيكفيني، فالسيمتومز عندي هتختفي، او ان هو يختفي برضو لو انا اخدت طبعا ايه تريتمنت. لو النوع ده لو حصل النوع ده وكان يعني السيمتومز دي تندرج تحتيه، النوع ده اقدر اسميه ايه؟ النوع ده هسميه ستيبل انجينا، بنسميه ستيبل انجينا او انجينا اون افورت، او اللي هو exertional angina، اللي هو النوع اللي بيجي مع المجهود فقط. طب ايه اللي حصل في النوع التاني؟ النوع التاني الحقيقة بدأ يتكون عندي مش بس atherosclerosis، لا عندي ايه، thrombus. يبقى بلس ايه، تكونت عندي thrombus فوق الاثروسكلوروتيك blood vessel عندي. thrombus طبعا عملت لي ايه بقى عندي partial occlusion، blood vessel بقى ايه، يعتبر ايه كأنه مقفول، يبقى عمل ايه، partial obstruction. partial obstruction اللي حصل ده بقى عندي السيمتومز بدأت تظهر لي
اثناء حتى الريست. يبقى الريست عند البلاد سبلاي مش مكفيني، البلاد سبلاي مش مكفيني في الريست، ولا مكفيني طبعا ايفن ان ريست، البلاد سبلاي غير كافي. هتبدا تظهر لي السيمتومز بتاعتي او السيمتومز اوف انجينا اللي هو الشيست بين والكاركترز الخاصه بيه، بس هيكون حتى ايفن سيفير وبرولونجد، مش هيكون طبعا هيكون اقوى واشد من النوع الاولاني. طيب هيتحسن بالتريتمنت؟ نو، نوت امبروف ويز ايه تريتمنت. يبقى النوع ده مش هيحصل معايا امبروفمنت، نوت امبروف ويز تريتمنت. والنوع ده طبعا ايه بيكون امرجنسي، ولازم طبعا اروح على المستشفى، لان ده ممكن يكون اللي هو ايه بري انفكشن او مرحله ما قبل حدوث الجلطه، يعني ايه فلازم الحق طبعا. وبالنوع ده بنسميه انستابل انجينا، النوع ده هنسميه الانستابل انجينا. طب هنا ايه المشكله؟ ايه الرسمه دي مختلفه شويه؟ الرسمه دي مختلفه لان احنا زي ما احنا شايفين ان البلاد فيسل عندي ماله هيلثي بلاد فيسل، نو اثيروسكلروزس، مفيش اي اثيروسكلروزس خالص. طب ايه اللي حصل؟ حصل عندي فازو سبازم، فازو سبازم اوف بلاد فيسل. طب بيحصل امتى؟ ان تايم، ممكن يحصل في اي وقت ايفن ريست، حتى لو انا ايه قاعد مرتاح ممكن يحصل الفازو سبازم ده ايه فجأة. تمام. طب انا ايه لما يحصل فازو سبازم؟ اكيد هحس بالسيمتومز بتاعتي، سيمتومز اوف انجينا هبدا احسها، اللي هو هحس طبعا عندي بالشيست بين. طب هامبروفو ستريتمنت؟ ايوه امبروفو ستريتمنت. طب النوع ده هسميه ايه؟ النوع ده هسميه فاريانت انجينا، هنسميه فاريانت انجينا او اللي هو ترانسميتال انجينا. يبقى احنا دلوقتي كده عندنا ثلاث انواع، ستيبل انجينا وده النوع الكلاسيك عندنا او الايزرشنال انجينا او النوع اللي بيجي بس سيمتومز عندي بتظهر لي مع الايفورت، وفي نوع اللي هو الانستيبل انجينا. الانستيبل انجينا دي طبعا ايه بيكون طبعا اخطر، ومفروض ان انا ده ايمرجنسي ومفروض يروح على المستشفى. طبعا النوع الثاني اللي بيحصل مع الهيلثي بلاد فيسل ده طبعا بيكون نتيجه الفازو سبازم، والنوع ده طبعا هنسميه ايه فاريانت انجينا. تمام. طب هنعالج ازاي الموضوع ده؟ المانجمنت عندي سواء اي نوع من هنا لازم يبقى في عندي اول حاجه جنرال ميجرز. ايه هي جنرال ميجرز بتاعتنا؟ تعالوا مع بعض نشوف الجنرال ميجرز عندنا. اول حاجه مفروض ان الشخص ده يعمل ستوب للسموكينج، يعمل ستوب للسموكينج، وقف تدخين، يقلل من الوزن عنده، وكمان نبعد عن البريديسبوزنج فاكتورز او الحاجات اللي ممكن تدخلني في اكيوت اتاك من الانجينا، زي مثلا ان انا ابعد عن الكولد ويزر، ابعد عن الهيفي ميل، ابعد عن الاكسرسايز، او ابعد عن الستريس، لان الحاجات دي كلها مع بعض بتبقى بريديسبوزنج فاكتورز، فلازم احاول على قدر الامكان ابعد عنها عشان ما ادخلش في اتاك من الانجينا. تمام. عندي ايه كمان من الجنرال ميجرز؟ لازم طبعا لو انا مريض هايبر تنشن اعمل كنترول للهايبر تنشن، واعمل كنترول كمان للديابيتس، وكمان ممكن استخدم اللي هو الهايبولايبيديميك دراجز عشان اقل. طبعا انا بقول طبعا احنا عندنا اثيروسكلروزس، فبالتالي انا محتاج ان انا استخدم ادويه اللي بتقلل عندي من الكوليسترول والترايجلسرايد، وكمان ان انا استخدم انتي بليتلتس عشان ما يحصلش عندي ثرومبس، زي ان انا ممكن استخدم الاسبرين ان لو دوز اسبرين. يعني بستخدم ايه لو دوز اسبرين، وكمان الهايبولايبيديميك دراجز ممكن ان انا استخدمها. تمام. بالاضافه كمان ان انا ممكن استخدم كمان حاجات زي الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز مع الادويه بتاعتي. طيب تاني حاجه معانا عندنا الدراج ثيرابي. لو انا عملت دراج ثيرابي وحصل له فيلير في العلاج، هلجا في النهايه للسيرجيكال تريتمنت، ان انا اعمل بقى احاول اعمل ريفاسكولاريزيشن، ان انا احاول اعمل احسن البلاد سبلاي اللي واصل للقلب. طبعا ده هيفيدني في الايه، هيفيدني طبعا في الانواع الاولانيه، مش هيفيدني طبعا في الفاريانت انجينا. يبقى السيرجيكال تريتمنت عندي هتفيدني طبعا ان انا بعمل مثلا زي الكباج او اي حاجه، ان انا بحاول اركب دعامه، الفكره ان انا بحاول اعمل باي باس للاوكلوجن، المنطقه اللي فيها اوكلوجن، بحيث ان انا اعمل ريفاسكولاريزيشن واحاول اوصل الدم للقلب. طيب انا دلوقتي عندي مفروض ان الديزيز عندي انا تعبان او عندي هارت او مايوكارديال اسكيميا، بيحصل عندي اتاك، احس بالسيمتومز
وبيحصل عندي طبعا ارجع تاني احس باتاك احس باتاك. يبقى انا دلوقتي اثناء العلاج انا عايزه اعالج اثناء الاكيوت اتاك وعايزه اعمل كنترول الكرونيك ديزيز عندي عشان ما يحصلش عندي اتاك اثناء الاكيوت اتاك. ايه بقى الادويه اللي انا ممكن استخدمها في الاكيوت اتاك؟ اثناء الاكيوت اتاك ممكن استخدم عندي اللي هو الجليسرين تراي نايتريت او الايزو سوربت داي نايتريت. هستخدمهم في صوره ايه؟ هنستخدمهم في صوره يا اما سبلينجوال تابلت او سبراي. يبقى هنستخدم اللي هو الجليسرين تراي نايتريت او الايزوسوربت داي نايتريت في صوره ايه؟ سبلينجوال تابلت او سبراي. مفروض ان انا السيمتومز عندي هيحصل لها امبروفمنت في خلال دقيقه او 3 دقائق. هحس طبعا ايه السيمتومز عندي يحصل لها امبروف ومش هحس بالم. طب لو انا ما اتحسنتش هعيد تاني مره تانيه اخد التابلت بتاعي تاني بفرق 5 دقائق. لو ما اتحسنتش هاخد طب ايه يعني هفضل اخد كده؟ لا انا عندي ماكسيمم 3 تابلت 5 مينيت انترفال. لو انا ما اتحسنتش طبعا بعد ده هروح طبعا ايه هوسبيتال لان ده هتبقى حاله امرجنسي ودي معناها ان ما هيش ستيبل انجينا عاديه. لا انا محتاجه ان انا اروح المستشفى عشان ممكن تكون في مرحله بري انفكشن. طب ايه الشورت يعني ايه شورت تيرم بروفلاكسس؟ شورت تيرم بروفلاكسس لما انا يكون عندي سسبكتد يبقى ان يحصل عندي اكزيرشن. يبقى في عندي اكزيرشن سسبكتد ايه exertion. انا متوقعه ان هيحصل ان انا هعمل مجهود دلوقتي وهيجي لي الالم. فقبل ما يحصل الحكايه دي بقى باخد قبلها مثلا ايه 5 مينيت مثلا بخمس دقائق قبل ما ابدا قبل ما اعمل المجهود بتاعي باخد طبعا نفس اللي انا اخدته في الاكيوت اتاك اللي هو الجليسرين تراي نايتريت او الايزوسوربت داي نايتريت برضه في صوره سبلينجوال تابلت او سبراي. طبعا اللي هم لهم بيبقى لهم فيرست اكستنسيف فيرست باس ميتابوليزم. فانا لو انا اخدتهم اورال فانا باخدهم سبلينجوال علشان خاطر بيبقى ايه اسكيب الفيرست باس وكمان في نفس الوقت يكون عندي ايه يشتغل اسرع ويكون كويس جدا في حاله الامرجنسي اللي انا موجوده فيها. طيب لونج تيرم بروفلاكسس. لونج تيرم بروفلاكسس يبقى انا بعمل ايه كنترول الكرونيك ديزيز. بعمل طبعا كنترول للكرونيك ديزيز عندي عشان ما تدخلش عندي في اتاك واقلل من حدوث الاتاك. طب بستخدم ايه في اللونج تيرم بروفلاكسس؟ بستخدم عندي البيتا بلوكرز. استخدم كمان كالسيوم شانل بلوكر كسكند تشويس في حاله لو انا عندي البيتا بلوكر طبعا كانت كونترا انديكيتد او استخدم اللونج اكتنج نايتريت. انا كنت بستخدم في الاكيوت اتاك والشورت تيرم بروفلاكسس الشورت اكتنج نايتريت. هنا هستخدم اللونج اكتنج نايتريت او ممكن استخدم اللي هو ايزوبامون نايتريت او استخدم اللي هو الجيت ان بس في صوره ايه ترانس ديرمال باتش. باتش كده بلزقها او انتمنت بيبقى في طبعا في سلو ريليز وبيغطي لي فتره اطول. طيب ناخد بالنا ان البيتا بلوكرز كونترا انديكيتد في حاله ايه؟ مش بستخدمها في حاله الفاريانت كونترا انديكيتد في الفاريانت انجينا. تمام. طب بستخدم بدلا منها ايه؟ استخدم بدلها الكالسيوم شانل بلوكر. تمام. ده اثناء اللونج تيرم بروفلاكس. يبقى اثناء لما بيحصل عندي عشان اعالج انجينا فانا بسال نفسي في المفروض انا دلوقتي في اتاك فانا محتاجه ان انا اعمل تريتمنت. شورت تيرم بروفلاكسس فانا محتاجه اعمل تريتمنت عشان ما يحصلش الاتاك عندي. او لونج تيرم بروفلاكسس ان انا عايزه اعمل كنترول الكرونيك ديزيز او الكرونيك انجينا كرونيك اكزيرشنال انجينا. الفيرست تشويس عندي هيكون بيتا بلوكرز. لو كانت كونترا انديكيتد لاي سبب هستخدم بدلها كالسيوم شانل بلوكرز. طبعا لو كان النوع عندي من البدايه خالص كان فاريانت انجينا فانا استحاله استخدم عندي البيتا بلوكر لان طبعا ايه هتعمل وورسنينج للكونديشن.
او استخدم ايه long acting nitrate. طيب ال aim of drug therapy انا ليه بستخدم drug therapy او مفروض يعمل ايه عندي؟ مفروض اصلا يعمل ايه؟ relief of symptoms، يعمل relieving of symptoms وما اقدرش او ما احسش باي ايه مشاكل عندي، وكمان يعمل slowing للديزيز بروجريشن. انا عايزه اعمل ديزيز بروجريشن تعمل له slowing ليه؟ عشان اقلل من الفيوتشر ايفنتس لايك مايوكارديال انفكشن. انا مش عايزه اوصل لمرحله ان يحصل عندي مايوكارديال انفكشن ويحصل عندي بعد كده مشاكل في القلب. فانا بالتالي ايه ده الهدف من الدراج ثيرابي عندي. طب هيعمل ليه ازاي بقى الادويه اللي احنا اتكلمنا عنها دي هتعمل كده ازاي؟ احنا قلنا عندنا المشكله عندي ان البلاد سبلاي عندي قليل والبلاد ديموند او احتياجي عالي، فاحنا محتاجين نرجع البالانس ده مره تانية ونخلي البلاد سبلاي زي البلاد ديموند. ان انا احاول ان انا ازود عندي من البلاد سبلاي واقلل عندي من البلاد ديموند بحيث ان انا ارجع البالانس مره تانية والقلب عندي ما يحسش بايه باسكيميا. طب ايه هي بقى الادويه اللي هتعمل كده؟ في عند ادويه تعمل كده بديفرنت ميكانيزم على حسب الدواء بتاعي بقى هيعمل ايه، هيحاول يحسن السبلاي او يحاول يقلل عندي من الديموند. ايه هي بقى الانتي انجينال دراجز؟ الانتي انجينال دراجز الحقيقه عندي مجموعه من الادويه بنسميهم الكلاسيك عندي او ايه اللي احنا اتكلمنا عنهم لسه حالا دلوقتي اثناء واحنا بنقول اكيوت اتاك شورت تيرم ريفلكس لونج تيرم ريفلكس. ايه الادويه اللي اتكلمنا عنها؟ هنختصرهم في NBC. NBC ده اختصار N for nitrate، B for beta blockers، C for calcium channel blockers. كل حاجه من دي بنستخدمها تبع الحاله الموجوده عندي. يا ترى انا محتاجه حاجه للاكيوت ولا الكرونيك؟ كرونيك انجينا. طيب دي الكلاسيك دراجز عندي. في مجموعه من الادويه الثانيه او اذر دراجز موجوده عندي طبعا بيستخدمها بلس المجموعه الاولانيه. في عندي زي البوتاسيوم تشانل اوبنر زي النيكرونيدين، في عندي الايفابريدين، في تريميتازيدين، في رانولازين. دي كلها ايه نيور دراجز او اذر دراجز بنستخدمها في علاج الانجينا، بالاضافه طبعا دي الكلاسيك عندي اللي هو النيتريت بيتا بلوكر اند كالسيوم تشانل بلوكرز. تمام هنقف لحد هنا او اتكلمنا ببساطه شديده عن ازاي هاو تو مانج انجينا وعرفنا ايه هي انواع الانجينا عندي وعرفنا اسماء الادويه اللي احنا بنستخدمها في العلاج. اشكركم وان شاء الله بعد كده نحاول نتكلم بديتيلز عن دراجز اوف انجينا واتمنى تكونوا استفدتوا.